الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نشرح متن مختصر يسمى متن القواعد الأربع. بسم الله الرحمن الرحيم. Азыр биз قواعد الأربع 4 эреже деп аталган кыскача китепти баяндап өтмөкпүз. لماذا ندرس القواعد الأربع؟ Биринчиден эмне үчүн биз 4 эрежени окуп үйрөнөбүз? نصيحة العلماء. Биринчиден бул عالمдардын бизге болгон насаты. وهذا المتن في التوحيد وقد تقدم معنا لماذا ندرس التوحيد. Бул деген биринчиден бул Таухиттен болгон китеп. Буга чейин биз алган үйрөнгөн элек эмне үчүн биз таухитти үйрөнөбүз деп. وأراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذه القواعد الأربع أن تستطيع وتتمكن بإذن الله أن ترد على بعض الشبهة التي يأتي بها للشرك في زماننا. Жана автор китептин автору бул 4 эрежени жазган менен эмне максатта жазган? Ушул 4 эреже аркылуу Аллахтын жардамы менен биздин заманда боло турган мушриктердин ар кандай жанагындай шубухаттарынан алыс болуш үчүн ошого ылайыктап жазган. نعم هذه القواعد الأربع تنقسم أو يعني فهرسة القواعد نقسم القواعد إلى ثلاثة أقسام. Эми бул 4 эреже китеби мунун мазмуну кандай десек, мазмуну бул китеп өзү 3 бөлүктөн турат. مقدمة кириш сөз. ولماذا ندرس التوحيد؟ جنا يمكن شيء بقوله إمني وش مستوى كتير نقول القواعد الأربع. جنا تورت اللي جن نوزو. نعم. لا يمكن أننا ننظر في كتب الشبهات أبدا إلا بعد دراسة التوحيد. جنا بيز يشون ورصة بلوه تيو سنة تا قندا يبر يشند شبهات بلغون قندا يبر سامين يلون كتاب تير دو كوشش قاچان بيز özü توحيد كتير نقول بينشا ألار دو كوش بيز جت تيو سنة. نعم. ها القواعد الأربع يأتي في الترتيب في الدراسة بعد دراسة الأصول الثلاثة والله أعلم. إمي تور ترجع كتابي بنون ترتيبي قندا دين ده 3 نجيز دين كتاب توقف يرون بتكون دين تور ترجع كتابي أقلت الله تخشى بلوشو.